ابو فهد الحاله اخيره حاله واحده من مباراه الاتحاد والفيصلي الاتحاد اللي هي 35 ايوه من الشوط الاول كانت في مخالفه من لاعب نادي الفيصلي حقيقه هذه في الماده 12 اخطاء وسوء سلوك لعب عنيف واللعب العنيف هنا لم يراعي سلامه المنافس لاحظ عمليه اولا القفز على المنافس بالذراعين في الوجه والركبه وصلت الى فك اللاعب قد ينكسر فك اللاعب من اللعبه اللي حصلت وبالتالي اللي هو لم يراعي سلامة اللاعب مفروض وبالتالي كانت تستوجب بطاقة حمراء وليس بطاقة صفراء يعطيك ألف